بدء تلاشي خدود المنخفض الجوي الذي تأثر به عدد من ولايات محافظات السلطنة خلال الأيام الماضية، هذا وشهد عدد من قرى ولايات محافظات مسقط وشمال الشرقية وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، أدت إلى نزول الشعاب وجريان الأودية، جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها البلاد والعباد.